الفيديو ده هيكون كوميدي شوية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على شخصية بناء على عنوان الفيديو هو ادعى النبوة، ولكن لما هتسمع الفيديو هتلاقي ان هو ادعى نفسه حاجات كتير خالص. ما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب. كمل. طب ما هو ربنا ارسل سيدنا النبي بايات. معجزات ايه بقى؟ اسمع مراج ما حصلش. اتفضل يا اسمع مني انا بقى. اسمع مني انا بقى. ربنا بيقول في القران سبحان الذي اسرى. اروح منها فين؟ بعبد يمين. اولع فيها؟ بعبد يمين. مين عبده ده بقى؟ هتقول لي ما اعرفوش. ايه رايك بقى؟ والنبي ايه؟ بس استأذنك ان انت ما تتسرعش في الكومنت لغاية ما تسمع الفيديو لغاية الاخر، علشان احنا ان شاء الله هنحلل الشخص ده، وبناء على التحليل هنقدر نعرف الشخص ده بيفكر ازاي. وليه انا قلت الجزئية اللي في الاول؟ علشان احنا اتفقنا ان في نوعية من الناس بيكون عنده الحقيقة، ولكن هو بيزيف الحقيقة وبيقول كلام مش صحيح علشان هو عنده هدف سيء من ورا ده. لكن في بني ادم تاني رغم ان هو مش بيقول الحقيقه من وجهه نظرك انت، ولكن هو من جواه مقتنع تماما بده. فانا النوعيه دي من الاشخاص اللي هو النوع التاني ده، انا بحترمه كشخص لكن ما بحترمش فكرته. فعشان بس نفرق بين ده وده، طيب الشخص اللي هتكلم عليه النهارده هو اسمه مصطفى مشعل. باختصار شديد كده، القصه بتاعت مصطفى مشعل ان هو كان عايش في كوريا الجنوبيه، وهو في كوريا الجنوبيه كان قاعد في كافيه من الكافيهات هناك وطلب كوبايه قهوه. فجت له واحدة كورية وراحت قدمت له القهوة، فيعني مثلا اللي هو بتكلمه بالكوري فبتقول له سيكولالا، فهو راح واخد منها فنجان القهوة وشكرها، وراح قال لها مثلا نيكوتاوا أي كلام. المهم خد منها كوباية القهوة وابتدى ان هو يبص في عينيها، لأن الست وهي بتقدم له كوباية القهوة بتضحك. ابتدى يتخيل في دماغه ان الست دي بتتشوي في نار جهنم لأن هي مش مؤمنة بدينه، وقال لك ابتدت في حاجات غريبة كده تلعب في دماغي. وابتدى يتخيل برضو ان هي متخيلة ان هو كمان بيتشوي في نار جهنم لانه مش مؤمن بدينها او بالاله بتاعها زي ما هو قال بالظبط. المهم مخه ابتدى ايه تلعب فيه شوية حاجات كتير كده، وابتدى يتكلم طب هو ليه دولة واقعين مع دولة، واسرائيل واقعة من مع مصر، وايران مش عارف واقعة مع مين، وقطر والسعودية، وابتدت العملية تزيط معاه خالص. ما ممكن تكون الناس دي واقعة مع بعض بسبب الدين ومفيش دين اصلا. المهم بسبب التفكير ده روح السكن بتاعه، كان ملحد، هو اصلا مسلم بقي ملحد رسمي. دخل السكن بتاعه وهو ملحد، قعد 3 ايام كاملة ولا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، ده على كلامه هو. جه في اليوم الثالث لقي نفسه ان هو مش قادر خالص يواصل. المهم على كلامه برضه ان هو مات. ايوه هو اللي بيحكي. ليش عليا من الخير؟ انت ايه مت ولا ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ لا مت مرتين فعلا. بقال الله. وبعد ما مات راح صحي تاني. بعد ما صحي راح اتفرج على الفيلم بتاع المسيح. الفيلم اللي كان نازل اللي كان مدته ساعتين ولا ساعتين وشويه ده. بعد ما اتفرج على فيلم المسيح جاله هاتف في دماغه وكلام كده قعد يقوله، ايات من القران على جمل غريبه هو ما يعرفش سمعها منين ولا ايه. المهم راح داخل على جوجل قعد يكتب شويه حاجات، المهم طلعت له كلمه غريبه، وهنا راح قرر القرارات بتاعته. طيب ايه القرارات اللي هو قررها بعد الفيلم ده كله؟ قرر ان هو خروف الله او حمل الله، وقرر ان هو الله برضه، وقرر ان هو المسيح الدجال، وقرر ان هو المسيح ابن مريم، وقرر ان هو المهدي المنتظر. 6 في 1. ان هو خرافه يعني، ما الغزاه ده خرافه. كان من نفس رايه الاستاذ الدكتور محمد سيد العوام ان هو خرافه يعني. الراجل قال صراحه ان انا المهدي المنتظر ان هو المهدي المنتظر خرافه وان المسيح خرافه، وانا كنت بميل بس ما اتعودتش ان انا اقتنع بحاجه 100%. لازم بسيب عندي مساحه للشك في اي حاجه. كويس. لحد ما بقيت انا خرافه. طيب القرارات دي قررها بناء على ايه؟ قررها بناء هو دخل على جوجل كتب التاريخ الثلاث ايام اللي هو شاف نفسه مات فيهم وصحي فيهم دول وكده، لان تاريخ منهم بيتكلم ان مثلا في الانجيل في مش عارف ايه اللي هيحصل، في التوراه عند اليهود في تاريخ مشابه لكده مش عارف في ايه كده هيحصل، وفي الفلك قال لك القمر الدموي والقمر الدموي والقمر اللي مش عارف ايه وشويه حاجات كده ليها علاقه بالفلك، وقال لك ان كان في مش عارف فيلم ولا المهم يعني العلم قال ان المفروض نهايه العالم كانت هتحصل في الوقت ده اللي هو يعني يوم من الثلاث ايام اللي هو مات فيهم دول. كانوا بيقولوا ان نهايه العالم هتحصل، يعني الكلام ده مثلا متقال بالثلاث اربع سنين مثلا، نهايه العالم هتحصل في التاريخ ده يوم 2015 باين ولا مش عارف يوم ايه. المهم هو جمع الفيلم ده كله مع بعضه وقال لك بس خلاص يبقى انا جاي دلوقتي علشان اوحد الاديان كلها، مفيش حاجه اسمها دين يهودي ولا دين مسيحي ولا دين مسلم، انا هجمع الناس دي كلها مع بعض وهخليهم كلهم يتصالحوا
وهبتدي اصلح المشاكل والبلاوي اللي بتحصل في العالم. حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه اختار شخص من آل بيت النبي من نسل السيده فاطمه بالروح القدس ليحكم بشريعه آل داود. نعم. وبناء على ده راح نزل مصر، وهو بيستدل برضه من الحاجات بتاعته ان في كان دايما يقعد يقول في مش عارف اشعياء مش عارف ايه، تقريبا دي ايه في التوراه او حاجه زي كده، انا حتى ما اعرفش في التوراه بيقولوا ايه ولا ايه. المهم يعني ما علينا، في جمله كده فيما معناها ان الرب هيجي على سحابه وبعد كده مش عارف هينزل مصر، فالناس هتتخانق مع بعض وتقتل في بعض، وما اعرفش كده حاجات غريبه يعني. المهم ان هو تحس ان في حاجه ضربه في دماغه، تحس دماغه لسعت، وفي نفس الوقت تحس ان هو مقتنع جدا باللي هو بيقوله. راح برامج كتيره جدا وابتدى يتكلم فيها، بتفرجوا على الحاجات دي هتقعدوا تضحكوا جامد يعني. بس هي احسن حلقه منهم اللي هي كانت مع الدكتور عبد الله رشدي، هي دي اللي انتوا عارفين الدكتور عبد الله رشدي صايع شويه، فالحلقه دي هي اللي كانت جميله. الحلقه دي مثلا انا كل سنه بشوفها مرتين ثلاثه اقعد اضحك. بس يا صديقي العزيز وصديقتي العزيزه، هي دي القصه باختصار شديد. طيب احنا دلوقتي هنروح نحلل الشخص ده وهنعرف التفكير بتاعه ده كان بناء على ايه. هل هو شخص مثلا مكار فبيحاول يعمل الحركه دي علشان مثلا يظهر، علشان مثلا في دولة معادية بتحاول توقع الأديان فبتمول الراجل ده، وخصوصا ان المخابرات اكتشفت ان الشخص ده بيجيله تمويل من اسرائيل. بس خلي بالك هو في البرامج كلها دايما بيتكلم بالآيات بتاعة التوراة اللي هي الديانة اليهودية كتير جدا، فينفع ان هو يكون بيتمول من اسرائيل على اساس ان هم يهود. خدت بالك انت من الفيديو ده؟ قال لك المهدي المنتظر على المسيح ابن مريم وهحكم بالشريعة اليهودية، فبالتالي ينفع ان هو خد تمويل على اساس ان هو عميل عايز يدمر الديانات هنا، وفي نفس الوقت ينفع ان انا اقول هو واخد تمويل على اساس ان هو هيتعامل مع اليهود علشان الشريعه بتاعتهم اللي هيحكم بيها والكلام الفاضي ده. طيب مبدئيا لو انت ما تعرفنيش، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل في علم الفراسه. علم الفراسه باختصار شديد هو ان انت تقدر تحلل شخصيه اي بني ادم بناء على شكل وش. طيب ندخل على التحليل وبعد كده نشوف ايه اللي هنعرف نستنتجه، يلا بينا. طيب مبدئيا كده لو جينا بصينا على اطار الوجه، اطار الوجه يعني هو يعتبر اللي هو الوجه المستطيل، ولكن هو خليط بين الوجه المستطيل والوجه المعين. لو لاحظت كده هتلاقي في ايه الجزء اللي هو في الجنب ده، فينفع ان انا ايه اعتبره اللي هو الوجه المعين. طيب الوجه المستطيل ايه الحاجات اللي هي فيه؟ احنا عارفين ان الوجه المستطيل الشخص ده بيحب يجي على نفسه جدا علشان الناس ومن ضمن الحاجات برضو اللي موجودة في الوجه المستطيل ان الشخص ده بيكون شخص مثالي. هتلاقي الصفات كل بتاعت الوجه المستطيل كلها في الآية اللي فوق دي. فبالتالي مبدئيا كده فكرة ان البنت اللي هي الكورية لما جات له ودته يعني كوباية القهوة، ينفع ان هو يفكر ان هي بتتشوي، طب وحرام وحلال، طب ما هي بتضحك لي، بسبب المثالية اللي عند الوجه المستطيل ممكن فعلا ان هو يفكر بالطريقة دي وتصعب عليه يعني وبتاع. ولكن المشكلة هنا بقى مش في الوجه المستطيل، المشكلة في الوجه المعين. الوجه المعين المشكلة الأساسية اللي عنده ان هو غلط. لا توقع في الدنيا الا يوم لا طول الله ذلك اليوم حتى يالي من اهل بيتي رجل اسمه يواطي اسمي واسمه بي اسم ابي اقنى الانف اجل الجبهة يمن الارض عدلا بعدما ظلما وجورا. صح؟ يعني اقنى الانف، يعني اقنى الانف، انت مش شايف يعني؟ لا انا مش شايف خالص. طب اجل الجبهة يعني اجل الجبهة دي مش فاهمة؟ انا عايزك تفهمهاني، الصفه دي موجوده فيك؟ يعني انت خلاص يعني انا بسالك يا سيدي. يا سيدي نظري صفر على ستة. وفي نفس الوقت انا برضو بقول عليه مقاتل، وكلمه مقاتل اللي انا دايما بقولها دي مش معناها ان الشخص ده شخص قائد حرب زي صلاح الدين مثلا ولا حاجه زي كده، لا، بس هي فكره المقاتل ان هو لما بيكون عنده راي عايز يقوله او عايز يتكلم عنه يعبر عنه بيقعد يقاتل ويجادل لغايه ما يثبت كلامه، انت فاهم الفكرة؟ وبيستخدم حتة الغلط في الاخرين يعني بان هو بيحاول ان هو يدعم وجهة نظره. انت اجل الجبهة؟ ده والله اللي ليه عين بيشوف. انا حلو على بس هو راجل علماء الازهر. دكتور علاء اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور بس يا مصطفى، وبرضه تحياتي لمصطفى. اتفضل الدكتور علاء بيقول تحياتي ليه. في الحقيقة بس انا اعقب على موضوع
طيب لو جينا هنا كبرنا مثلا صورة زي دي هتلاقي الجبهة بتاعته فيها حتة اللي هي ملكة الخيال، هتلاقي فيه نتوءات كتيرة هنا في الجبهة، فده يدل على ملكة الخيال. ملكة الخيال اللي هو ايه؟ لما تيجي تتخيل حاجة تحس ان في شاشة فيديو كده بتتفتح قدامك وانت عمال تتفرج عليها، فملكة الخيال عند الراجل ده عالية جدا. النقطة التانية هتلاقي الجبهة بتاعته قصيرة، بص كده ركز معايا، والنوع اللي جبهته قصيرة ده بيكون شخص مش مثقف، فلما بيجي يدخل هنا في الثقافة بتلاقي النوعية دي من الناس المشكلة عندها بعافية شوية في الحتة دي، لان هو اهتماماته اصلا بكسب المال، باي نقاشات ليها علاقه بكسب المال، والنوع ده من الناس اهتماماته دايما بتكون بثلاث اربع افكار اللي هي الحاجات المهمه بالنسبه له. يعني انا ما اقصدش ان هو مش مثقف يعني غبي، لا، عشان لو حد بيتفرج عليها جبهته قصيره، بس لو انت جبهتك قصيره هتلاقي دايما اهتماماتك بالحاجات اللي ليها لازمه. اي حاجه ملهاش لازمه بالنسبه لك انت مش هتحاول ان انت تفكر فيها، لان هتضيع تفكيرك على الفاضي او هتضيع من وقتك على الفاضي. هي دي اللي انا اقصدها بانه مش مثقف، يعني علومه محدوده في الحاجات اللي هو محتاجها بس. يعني مثلا النوع ده من الناس اللي جبهته ضيقه لو مهتم بالكوره هتلاقي المعلومات اللي عنده في الكوره اكتر بكتير جدا من الشخص اللي جبهته عاليه، لان دي من ضمن اهتماماته القليله، فبالتالي هو عنده معلومات كتيره جدا عنها. لكن هتيجي مثلا تكلمه في الكواكب والنجوم هي حاجه ما تلزموش، فبالتالي هتلاقي المعلومات في اللي عنده في الضياع، فهو دخل في جو مش بتاعه. فانا دول بس يكفيني ان انا اقدر اقول ان هو مصدق فعلا اللي هو فيه. بس تعالوا برضو نكمل. طيب بالنسبه للحاجب بتاعه، تعالوا كده نسيب الصوره دي ندخل على الصوره دي. تمام، الحاجب بتاعه اللي هو الحاجب القوس، الحاجب القوس ده شخص بيهتم بالتركيبات زي ما قلنا، يعني بيهتم بقدر الامكان بالتعاملات بتاعت الناس عاملة ازاي، وبياخد من ده خبرة علشان يعرف هو يتعامل مع الناس. بس المشكلة هنا ان الوجه ده طويل، والنوع اللي هو الوجه دايما طويل الشخص ده بيكون بيتوتي اكتر، يعني ما بيعرفش يتعامل مع الناس، ما بيحبش المواجهة، ما عندوش حتة الاصرار والتحدي. اصلا فكرة وجه مستطيل مع وجه معين اصلا الاتنين دول مع بعض ما ينفعوش. وجه مستطيل مثالي جدا ووجه المعين غلط جدا، اصلا الاتنين دول مع بعض كده لو ركبتهم تقدر تعرف ان الشخص ده عنده مشكلة نفسية جواه. طيب بس خلينا نكمل برضو. فبالتالي الحاجب اللي هو القوس ده المفروض الحاجب ده يخليك تعرف ان انت تتعامل مع الناس كويس جدا، ولكن للأسف الحاجب ده علشان راكب على وجه مستطيل فهو مش عارف ياخد حقه في الصفة دي، فاهمين الفكرة؟ فبالتالي ده ما يعرفش يتعامل مع الناس اطلاقا، ولكن هو من جواه معتقد ان هو عارف يتعامل مع الناس وهيعرف يسيطر عليهم، وبيفاجأ بعكس ده لما بيحصل الاصطدام في النقاشات الساخنة. طيب بالنسبة للعرض الجبهة، عرض الجبهة ما يعتبرش الجبهة اللي هي العريضة جدا. الجبهة انا دايما باخد منها حتتين او بحتاج منها حتتين، في جبهة عريضة مقارنة بطول الوش، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول ثقته في نفسه عالية جدا. وفي جبهة ايا كان طول الوش هي بالنسبة له قصيرة او عريضة، ولكن الجبهة دي اصلا حجمها صغير، زي مثلا الجبهة دي، الجبهة دي قلة ذكاء، قلة معلومات، شهادات علمية قليلة. طبعا في ناس جبهتها عريضة وممكن يكون معاها شهادات علمية قليلة، بس ده الفكرة ان هو عنده اهتمامات مختلفة في ظروف معينة ما خلتوش يدرس، دي قصة تاني. فهنا الجبهة تعتبر صغيرة، فبالتالي الشخص ده حتة الذكاء او الحيلة اللي عنده تعتبر ان هي قليلة شوية. بالمناسبة بقى كمان الجبهة دي مقارنة بطول الوش، لا الجبهة دي كمان تعتبر صغيرة بطول مقارنة بطول الوش، اذا الشخص ده فعلا شخص خجول، ثقته في نفسه مكتسبة، يعني لازم يعمل حاجات وينجح فيها بناء على ده هيبقى عنده فيها ثقة، لكن اي حاجة مش هيعملها مفيش ثقة اطلاقا عنده. طيب ازاي ما عندوش ثقة وطالع يتكلم في برامج تلفزيون وحاجات زي كده؟ ده يدعم ان الفكرة هو مصدقها وجاي على نفسه علشان ينقذ العالم والجو ده يعني. طيب نمسح الكلام ده. هتلاقي كمان عنده حتة تانية، وهي دي اللي شجعته ان هو يعمل الفيلم الهندي ده انه يطلع في تلفزيون يعني وكده، الانف بتاعته هتلاقيها محدبة. النوع ده من الناس دايما بيكون اداري، بيحب جدا ان هو يتحكم في الناس. وعلى فكرة وانا اعتذر ان انا بقول كده، بس هي تربيته كده لازم تبقى عارفها. اي شخص في الدنيا هتلاقي جبهته ضيقة والانف بتاعته ادارية، ينفع ان احنا نقول على الشخص ده مغفل. المقصود بكلمة مغفل، وانا اسف والله ان انا بقول كده، ان هو عايز يتحكم في الناس وهو ما عندوش معلومات،
فما ينفعش يتقال عليه غير كده، هيضحك عليه كتير، الناس دايما هتسوقه وهتخليه تعتقد ان هو اللي بيتحكم فيهم. اعرف الفكر ده من الحاجات برضو اللي موجوده عند مصطفى مشعل، ودي بقى الحاجات اللي عامله تضادات كتيره برضو. هتلاقي العين عنده بارزه لبره، كانت تحس ان هي جاحظه. النوع ده من الناس بيكون حماسي جدا، مجرد ما بتيجي فكره في دماغه هوبا يلا بينا على طول. كمان الدقن بتاعته من تحت مستقيمه، فبالتالي الشخص ده شخص مشاكس. من ضمن الحاجات برضو اللي عنده هتلاقي ان استنوا كده نمسح الحاجات دي، هتلاقي ان الخد عنده في حاجتين. اولا الخد اللي هو ما فيهوش لحم، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه عصبي جدا، واظن ده واضح في الفيديوهات اللي انا كل شويه اعرضها. ولكن عنده حته تانية، هتلاقي الخد عنده مطبق، في حتت كده داخله جوه في الخد. النوع ده من الناس بيبقى عنده حته حب التملك، ففكره برضو ان في فكره زي كده تسيطر على دماغه بالمنظر، هيتحول لاله بقى فالعالم كله هيبقى بتاعه. هو يتمنى حاجة زي كده، هو يحب حاجة زي كده، لان ده هيخليه يمتلك حاجات كتير، فاهمني؟ من ضمن الحاجات برضو اللي عنده الانف بتاعته اللي هي اللي عاملة زي المنقار دي، اللي هو الانف الشكاكة، فاللي هي الجزئية دي. فالنوع ده من الناس برضو، بص هو الشخص الشكاك ده من النوع اللي هو ممكن يكذب كتير عشان يحاول يطلع منك المعلومات، وانا شرحتها في فيديوهات كتير. ولكن الانف الشكاكة من المميزات بتاعتها ان هو ما يضحكش عليه بسهولة، يعني حتى في الفصال في كل حاجة سواء فلوس أو أيا كان، إحنا بنسميه دايما لا يكل ولا يمل في حتة الفصال. وحرفيا فعلا النوع ده من الناس ما بيضحكش عليه، بس إمتى ما بيضحكش عليه؟ لما بتكون جبهته عريضة، يعني ثقته في نفسه بتكون عالية جدا. ولكن لما بتكون الجبهة ضيقة، لا، الشخص الشكاك هنا العملية بتتقلب ضده. يعني عارف أصلا النوعية دي من الناس، عشان برضو لازم تخلي بالك من النقطة دي، اي حد وشه طويل هيدخل اي محل مثلا، فالبياعين من كتر تعاملهم مع الناس بيعرف يتفرس فيك من شكل وشك كده على طول، بيقدر يعرف انت شخصيتك عامله ازاي في كلمتين ثلاثه، عامل زي البنت اللي عندها الحاسه السادسه بالظبط. فمثلا حاجه تمنها 100 جنيه، هو مجرد ما هيشوفك مع الانف الشكاكه على طول هيروح قايل لك الحاجه دي مثلا تمنها 300 جنيه. انت هنا هتقعد تفاصل بسبب ان انت شخص شكاك مش عايز يضحك عليك، وهنا هو هينزلك السعر، بس في النهاية الحاجة اللي هي تمنها 100 جنيه هو هيبيعها لك ب200 جنيه. والنوع ده من الناس هيبقى طالع من المحل وهو متخيل ان هو خد الحاجة بأقل سعر في الدنيا، وبعد كده بعد ما بيجي يتكلم مع اي حد من اصدقائه او حاجة زي كده بيتصدم. وعلشان هو جبهته ضيقة وعنده حتة الخجل عالية، بيخاف من مواجهة صاحب المحل في المثال مثلا اللي انا بقوله ده، فمش هيحصل ان هو هيروح له وهيقول له على فكرة انا عرفت ان سعر الحاجة دي مثلا 100 جنيه وانت ضحكت عليا واديتوني ب200 جنيه، مش عارف يعمل الحركة دي للأسف. وبس. طيب نطلع بايه من الفيلم اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده كله؟ نطلع بان الراجل ده ملكة الخيال عنده عالية جدا، في نفس الوقت هو شخص غلاط، ثقته في نفسه قليلة، بس هو شخص عصبي وبيحب التملك والمشاكسة. فبالتالي لما حصل معاه الفيلم الهندي ده، ملكة الخيال هنا اشتغلت. وبسبب ان هو مش مثقف بس حاول يبقى مثقف، لانه شخص اداري بيحب يتحكم في الناس والاشياء وهكذا، دخل وقعد يدور في القصة دي، لقي شوية التربطات اللي انا قلت لكم عليها، فرح واخد القرار. وخصوصا فان في وضع هنا هو برضو عنده، ده شخص كان عايش في مصر فجأة راح عاش في كوريا الجنوبية. بيبقى في حاجة كده علمية اسمها اصطدام اجتماعي او تصادم اجتماعي، والتصادم الاجتماعي ده ملوش وقت. يعني هو حتى كان في شخص دخل في مداخلة تليفونية في برنامج من البرامج واتكلم على حتة التصادم الاجتماعي دي، فهو قال له الكلام ده حصل لي بعد 3 سنين من ان انا عايش كوريا، وهو فعلا كلام منطقي. ان كان رد مصطفى مشعل ان الكلام ده ممكن يحصل بعد 6 شهور، يحصل بعد سنة حتى، لكن مش 3 سنين هيبتدي يحصل التصادم الاجتماعي. ده كلام منطقي جدا على فكرة، ولكن هو عشان جبهته ضيقة بيحب قعدة البيت زي ما اتفقنا. فالشخص ده من الشغل للبيت، للبيت للشغل، لو هينزل يجيب اكل مثلا حاجة زي كده. لكن اللي جبهته واسعة زي ما اتفقنا، الشخص ده بيحب ان هو يتعامل مع الناس، فبالتالي ده لو هيحصل عنده تصادم اجتماعي فعلا هيحصل بدري. لكن المصطفى اللي احنا بنتكلم عليه التصادم الاجتماعي هيحصل معاه متأخر، فبالتالي انا اقدر اقول ان هو مقتنع جدا بالفكرة دي، وعشان كده داير لافف على القنوات ومصدق اللي هو بيقوله وبيعمل فيديوهات على اليوتيوب وهكذا. فالنوعية دي من الناس انا احترمه لشخصه، عشان كده استأذنكم في الكومنتات بلاش تتريقوا عليه كشخص. هو كشخص انا ينفع ان انا اقول عليه محترم او غلبان، لكن كفكرة اشتم في الكومنتات زي ما انت عايز. مهم يا جماعة نفرق بين الحتتين دول، بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ورب يكون الفيديو عجبكم. سلام.